السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة جايين نتكلم عن نوع من أنواع الخضروات أو النباتات المتواجدة في السوق وبتزود إنتاج البيض بشكل كبير جدا جدا جدا. الأكلة دي رخيصة جدا، رخيصة جدا بشكل كبير، وبتنتشر في فصل الشتاء تحديدا، بتنتشر في فصل الشتاء تحديدا، بتكون منتشرة ورخيصة، وبكميات يعني تقدر تقول 3 بـ10 والـ2 بـ10 وساعات 4 بـ10. فحضرتك لازم تستغلها لأن هي فعلا هتعمل فارق كبير جدا في عملية إيه؟ عملية إنتاج البيض في القطيع بتاعك. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين نعرف شوية فوائد عن هذه الاكلة، ازاي هي مفيدة في تغذية الطيور، يعني ايه اهميتها، يعني انت لما بتيجي تقدمها للطائر كده ايه قيمتها الغذائية. لو جبنا 100 جرام بس، 100 جرام من الأكلة دي هنلاقي فيها قد إيه؟ هنلاقي فيها 360 كيلو، تمام؟ كيلو جول من الطاقة، 360 كيلو جول من الطاقة، وهنلاقي فيها 20 جرام كربوهيدرات، يعني خمسها كربوهيدرات، حلو؟ و1.6 جرام بروتين، و3 جرام ألياف، 3 جرام ألياف، و77 جرام من المية، 77 جرام من المية، و5% جرام من الدهون، و4.18 جرام من السكريات. يعني فيها تنوع ما بين الكربوهيدرات والسكر والدهون والألياف والبروتين. كذلك برضو 100 جرام منها في فيتامينات بتنوع شديد جدا ومفيد جدا. لو حضرتك بصيت هتلاقي 100 جرام فيهم 2.4 ملي جرام فيتامين جيم، وربع ملي جرام فيتامين اي، و14187 وحده دوليه من فيتامين اي، و8% ملي جرام فيتامين ب1، و6% ملي جرام فيتامين ب2، و56% ملي جرام فيتامين ب3، و8 ملي جرام فيتامين ب5، و5 ملي جرام فيتامين ب6، و11 مايكرو جرام فيتامين ب9، و1.8 مايكرو جرام فيتامين كاف. كل ده متواجد في أكلة بسيطة جدا ورخيصة جدا اسمها البطاطا. البطاطا الحلوة مش البطاطس، لأن في بعض البلدان بيطلقوا على البطاطس اللي بتتعمل صوابع وبيتحط عليها كاتشب دي بيقولوا عليها بطاطا، لكن احنا قصدنا البطاطا الحلوة، البطاطا المحلية المسكرة، تمام؟ اللي بتتاكل كحاجة محلية مش كحاجة حادقة. وطبعا في بعض البلدان برضو بيعملوها بالملح وبيعملوها بخلطات كده تخليها حادقة، لكن انا بتكلم عن البطاطا الحلوة اللي لونها بني او بني فاتح او بني غامق، تمام؟ مش بس فيها الفوائد دي، لا كمان فيها فوائد تانية، فيها معادن واملاح. في كل 100 جرام من البطاطا الحلوة 337 ملي جرام بوتاسيوم، 55 ملي جرام صوديوم، 47 ملي جرام فوسفور، 30 ملي جرام كالسيوم، 25 ملي جرام مغنيسيوم، 3.1 ملي جرام زنك، 61% ملي جرام حديد، 26% ملي جرام منجنيز، 15% ملي جرام نحاس، 6.1 مايكرو جرام من السيلينيوم، تمام؟ طيب ايه فوائدها بشكل عام بقى؟ يعني احتوائها على الأشياء دي بيخليها مفيدة في إيه؟ بيخليها مفيدة لأمراض القلب والأمراض التنفسية. وجود فيتامين جيم في البطاطا الحلوة بيرفع من مناعة الطيور، تمام؟ وبتقاوم الفيروسات أكتر، وبتقاوم انتقال العدوى ونزلات البرد، بتساعد برضو على تجديد خلايا الدم وتكوين العظام ونمو الطيور بشكل جيد، تمام؟ بتطرد السموم من أجسام الطيور. فيها فيتامين دي أو فيتامين دال بيساعد الطيور على تغيير الريش ونمو الريش بسرعة، وبيدي طاقة للطيور في مواسم التفريخ أو مواسم القلش، وقت القلش يعني. برضو فيها عنصر حديد، تمام؟ وده بيعمل وقاية
من الإصابة بفخ الدم، بيغذي طبعا الطيور، كل العناصر اللي في الطيور بتغذي، كل عناصر في البطاطا بتغذي الطيور وبتساعد الطيور على الاسترخاء وعلاجها من الخوف والتوتر والمشاكل العصبية، لأن فيها برضو عنصر المغنيسيوم اللي بيساعد فيها ده، تمام؟ برضو هي بتفيد الجهاز العصبي بتاع الطيور، تمام؟ وبتعالج التقلصات لأنها بتحتوي على بوتاسيوم، بتعالج برضو الطيور بتاعتنا من الالتهابات، وبتحمي الكلى، وبتنظم ضربات القلب عند الطيور، بتحسن من أداء الجهاز الهضمي لدى الطيور لأن فيها ألياف غذائية مفيدة جدا، بتقلل تمام احتمالية الإصابة بالسرطانات المختلفة بنسبة كبيرة. برضو تناول الطيور لكمية معتدلة منها بشكل منتظم بيعالج الإمساك أو عسر الهضم، بتعوض تمام الطيور عن احتياجاتها المستمرة لأشعة الشمس لأن فيها فيتامين د، تمام؟ بتحتوي برضو على مجموعة متميزة من الفيتامينات اللي بتعتمد عليها الطيور على مدار العام في التزاوج والخصوبة وزيادة الإنتاج ورعاية الطيور، وكل ده طبعا متواجد في البطاطا بشكل أساسي، تمام؟ ده بالنسبة إيه؟ بالنسبة للفوائد بتاعتها ودواعي الاستعمال أو الحاجات اللي ممكن تستغلها فيها علشان تفيد الطيور بتاعتك. ممكن نقدم البطاطا الحلوة للطيور بكذا طريقة، في ناس بتبشرها زي ما هي، بتبشرها حتت صغيرة وتقدمها، في ناس بتسلقها وتقدمها، في ناس بتعملها بطريقة الشوي العادية اللي احنا بناكلها كبني آدمين، بنحطها في حلة مكمورة من تحت بيكون فيها أوراق كثيفة علشان خاطر تكمر البطاطا أكتر، تمام؟ وكل الطرق دي مفيدة جدا بالنسبة للطيور. ما تقشرش البطاطا، اوعى تقشرها، هتقدمها للطيور بتاعتك ايه؟ هتقدمها للطيور بتاعتك بقشرها، تمام؟ لأنها هتكون مفيدة جدا للطيور بتاعتك لما تقدمها بقشرها، ما تقشرهاش خالص، وقدمها بكميات معتدلة، وقدمها بالليل في الشتاء كوجبة مسائية، لو مفيش بواقي عيش، بواقي رز، بواقي مكرونة، قدمها بدلهم، هتدفي الطيور وتشبعهم بسرعة من غير ما تكون دهون، ومن غير ما تراكم دهون في جسم الطائر، من غير ما تراكم دهون في جسم الطائر، فيشبعوا بسرعة، ونتخلص بقى ايه من اي مشاكل لها علاقة بالجوع، او ان الطاقة قليلة، او ان الطيور مش دافيانة، لان الاكلة دي بتدفي خصوصا لو قدمناها دافية مش سخنة، لكن نقدمها دافية. وطبعا اهم فايدة لهذه النبتة ان هي هتزود انتاج البيض بشكل كبير من غير ما تأذي الطيور بتاعتنا. لكن الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.